عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم أنا عايزة أشرح حضرتك يا فضيلة الشيخ عن الزكاة. نعم دلوقتي يا حضرتك أنا من ساعة ما اتجوزت مثلا من 8 سنين أنا يعني ما مش عارفة الزكاة، يعني ما بقتش أدفع، ساعات أدفع وساعات لأ عشان زوجي ما كانش بيشتغل وأنا كنت بدفع البيت وكده، فأنا عايزة أنت أعرف هل عندك ممكن أموال، عندك أموال بلغت النصاب وحال عليها الحول؟ بس انا حتى ما حسبتش، يعني انا عماله بدفع ومش حاسبه خالص من لا ثمان بقى سنين احسبي احسبي، إذا كنت أخرجتي أكثر من الذي عليك فلا بأس، إذا كنت لا انا أخرجتي أقل ايوه من الذي عليك فتممي، وعليك طيب أن انا تكوني ناوية بعد ذلك. السؤال بس يا فضيله الشيخ، هل انا عشان انا زوجي ما كانش بيشتغل فتره، هل كان يعتبر يعني انا ممكن الفلوس دي كانت تبقى لجوزي او انا ازكيها لجوزي؟ والسؤال الثاني، انا عليا لما عليا قروض، في حد قال لي ان انا الزكاه حتى لما اجي بقى احسب من الاول ان الزكاه بقى ممكن اخدها من يعني اعملها على الفلوس اللي مش محجوز بيها القرض، يعني ما يعني طالما في قرض خدته يبقى ما يقعش عليه، يعني هم الحمد عملوا لله حجز على والصلاة الفلوس. والسلام على رسول الله وبعد، فينبغي على الأخت السائلة أن تتصل بالهاتف ليس على الفضائية حتى يفسر لها ما تصنعه. أما أسئلتها بصفة عامة، هل يجوز للمرأة أن تخرج زكاة مالها لزوجها؟ فتلك مسألة فيها نزاع بين العلماء، ومن العلماء من يجوز ذلك، لحديث ابن مسعود رضي الله عنه أن امرأة ابن مسعود زينب أتت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، إني أريد أن إن ابن مسعود يزعم أنه وأولاده أحق من تصدقت عليهم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: نعم، زوجك وولدك أحق من تصدقت عليهم. فإذا كان الزوج فقيرا جاز إعطاؤه للزكاة، لكن إذا كان الشخص معه مال وعليه ديون له أن يخرج الديون من المال الذي عليه ويزكي على المتبقي، والله أعلم.